يقول السائل: هل الأفضل أن أدعو لوالدي أم أتصدق عنهم؟ كلاهما طيب، لكن الصدقة ربما تكون أفضل، لأن فيها نفع للآخرين، فيها نفع متعدي. الصدقة تكون على المحتاجين، تكون أفضل من الدعاء، لأنها تنفع الناس وتنفع الآخرين. أما الدعاء فيقتصر ثوابه على المدعو له فقط. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.